بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. إن شاء الله النهارده هنتكلم في فيديو جديد عن الماء ولاعب التنس الأرضي. إحنا كما تعودنا أي معلومة تساعد مدرب التنس، تساعد لاعب التنس، تساعد أولياء الأمور اللي هما بيشرفوا على أولادهم في التنس، بنحاول ننزلها على طول بحيث يستفيد منها الجميع. الماء بصراحة يعني دراستنا اللي وجدنا إن الماء كل شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم، فعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففعلا أثبت العلم الحديث إن الماء له أهمية قصوى، وخاصة على اللاعب، وخاصة لاعب التنس، لأن لاعب التنس بيفقد نسبة سوائل عالية كتير من الجسم، ويجب ان كل تفاعل كيميائي في الجسم بما في ذلك انتاج الطاقه من الجسم المحلول الماء، فاذا لم يصل القدر الكافي من الماء للدم، اخد بالك، او العضلات او باقي اعضاء الجسم، فبتاثر على اللاعب. فلازم يعني لازم واثبت عمليا او علميا ان الذي يفقد 2 رطل من الماء اثناء التدريب تنخفض نسبه ادائه ب 15%. يعني اللي يفقد من جسمه 2 رطل من الماء بيقل تدريبه او بيقل القوه بتاعته، او تنخفض درجه التدريب بتاعته بنسبه 15%. واذا فقد 7 أرطال من الماء تنخفض الى 30%. يبقى ده كله بينخفض من قوته وطاقته. اذا الماء له دور كبير للاعب التنس في سواء قبل المباراه او قبل التدريب او اثناء المباراه او اثناء التدريب. ومعظم الرياضيين بيفقدوا المباريات بتاعتهم بسبب قله الماء في الجسم. يعني اثبتت الدراسات ان معظم اللي بينهزم او مش عايز اقول كلمه يخسر او ما بيكسبش مباراه نتيجه ان الماء في الجسم بيقل، واكبر عنصر غذائي في الجسم الماء. طيب ننصح اللعيبه بايه؟ ننصح ان اي لاعب لازم يحافظ على يشرب من 6 الى 8 اكواب ماء يوميا، وبننصح انه يشرب 2 كوب ماء كل ربع ساعه قبل التمرين. 2 كوب ماء قبل التمرين، يشرب ميه باستمرار، ويشرب 2 كوب ماء زايد عن المعدل بعد التمرين او بعد المباراه. يعني حتى لو خلص التمرين او المباراه، وخاصه في المناطق الحاره زي الدول العربيه، فبالتالي لابد ان هو يعوض بعد المباراه باكثر من كوبين من الماء، لان جسم الانسان يحتوي على نسبه ما بين 50% الى 60% من الماء. تكوين جسم الانسان بحوالي من 50 الى 60% من الماء، ونسبه الماء في الدم بتصل 92%. والماء يعتبر احد المكونات الاساسيه لانسجه الجسم، ويكتسب الانسان من مصادر السوائل، من مصادر يعني بيجيله الميه من المصادر. اول حاجه الطعام بيعطي الجسم ميه، وعمليه التمثيل الغذائي بتدي الجسم ميه، وبيخرج هذه الأشياء عن طريق البول والعرق، وعن طريق الزفير، وعن طريق المغص. يبقى إذا الجو الحار، وخاصة المباريات التي بتتلعب في دولنا العربية، يجب الماء ثم الماء ثم الماء، لأن الماء بيبقى ليها عنصر هام جدا للعيب، خاصة وهو داخل وخارج قبل المباراة وبعد المباراة. المية لها دور كبير جدا، فيجب على لعيبة التنس الاحتفاظ بالمية في الجسم، لأنها فعلا بتمد الطاقة للجسم ولها دور كبير. وشكرا.